وبعدين واحد بيقول نريد أن نعرف سيدنا أن صاحب هذا الفكر يحاول أن يجعل الإنسان إلها، ومعنى ذلك أن الإنسان معصوم من الخطأ وغير محتاج إلى أسرار الكنيسة مثل التوبة والاعتراف، فلا يكون هناك أيضا يوم للدينونة أو ماذا يريد؟ يعني نوع من بعض الناس يريدون رفع قيمة الإنسانية بمبالغة تصل بالإنسانية إلى الألوهية. دون النظر إلى النتائج الإيجابية للموضوع ده. ولذلك في كتبهم يقولوا ما كانت الإنسان في المسيح يسوع، ويتكلمون عما ينبغي وليس عما هو كائن.